بكم في سيدة تقريبا في سابر يتكلم بالنفسية بتاع البحار البحار إنسان ذكي وحنين في نفس الوقت. المشروع بتاعنا تلقى برشا كتاب واللي مش نضيفه إنه تحدي الفرصة إني حكيت مع المسؤولين في اللبيد في السيادة مع السيد آمر ميلاد بمناسبة برنامج إذاعي الجمعة اللي فات باش نفيدهم باللي قال في الليكوليس قبل البرنامج وبعد البرنامج. اللي قال في الكوليس هو اللي يعطيك الحقيقة. وقبل هذا الناس كل شكرت المجتمع المدني بصفة خاصة في زيادة دور المجتمع المدني. ثم مجتمع نسميه مجتمع بحري بالبلد اللي نسمي على بحر وعلى برد. لا البحر والشط نجم تتصرف فيه على خاطر عنا لبان ولا البرد نجم تتصرف فيه خاطر عنا لبيد. وتو نشوفوا وقت اللي نعطوا توا مش كان لازم اعطي سالفه سيدي سي با اون كيستيون دو لوا مش قانون نشوفوا القانون باش نحكيو منطق القانون كيفاش ياكل تروتواس والبلديه تتفرج والتجهيز يتفرج واللطيف يتفرج وما نجمو نعملو شيء على خاطر القانون على خاطر عنده امر يحدد الحدود نتاع البرد والامر هذاك نجمو نبدلو الحدود نتاع البرد كان ما نهبطو امر اخر درك على خاطر 6 متر مربع لازم يهبط تكريم يتعدى على مجلس الوزراء ويهبط في الرئيس الرسمي والكلام هذاك راجل قانون نعرف القانون اما الواقع هو اللي يحكم سيد نيب تكلمت على المخطط 2016 2020 المخطط راهو مخطط توجيهي حتى في القوانين الماليه ماهوش وثيقه ملزمه والمخطط ينجم يتبدل مانيش باش نصور نحكيو على التمويل كما قلت في المومنت التمويل راهو موجود شويه سوبليس مع القوانين الماليه اذا كان نحسب توا في بنك تونس الكل هذا يقولوا عليه السياسيين مشاريع معقده نعطيك شيفة حوالي 10,500 مليار ورق دين ما عندهمش حتى عائد مالي معناها إذا كان ناخد 10,500 مليار اللي هما في الكونت كورون بوستال بتاع الدولة ونوظفوا في السوق المالي كما نعملوا في المنشآت العمومية وقت اللي يبدا فما شوية فلوس بتاع مشروع وتتعمل بالدي ام ام بلس 1.75 شوف هما كان 10,500 مليار اللي هما اون بيمون ماهمش اون بروجرام شوف باش يخرجوا معناها البورد هذي كانت تسلف له 18 مليار نتاعو كان كل واحد فيهم ماهوش 7 ماهوش 12 خاطر الكي تقديرات تختلف يقولوا الكي 600 دينار متر كي رصيد مستحيل لو كان التقديم دار قطع 600 دينار تو اذا في شويه نور دو سوتيمون باش تشد يكون قاعد على واضحين نحكي واضحين التمويل عمره ما كان مشكل والتمويل على برد كيما هكا عمره ما كان مزيد والموضوع كلمنا فيه برشا وحكينا فيه برشا ونخاف بالوقت يهرب وما عاد يتلفت روحه بالنسبه لنا كبلديه خلي البلديه تاخذ حظها شويه اذا كان البرد هذا يولي فيه سوق سمك ازهر راهو عندنا 500 مليون مداخيل للبلدين بالمكس البورصة مداشة العشية في الزفير وبالخمسة المية زيادة قانونية لم يناقشها حتى حد ألو إن يكون فيه سوق تسمك في اللي قال في الليكوليس زي تحكي مع الناس اللي مش تعطي رأيه في مشروع البرد أكيد سير ديار الأخيري يقول لك هذه هبات حتى كان عملتك راك ما تنجمش صرت بالجامعة اعطيني وقتاش الدولة عملت منطقة صناعية قبل ما تعمل منطقة صناعية نحكيو على الاندستري بتاع البر حطت القائمة بتاع المستثمرين اللي باش يشريوا لي لوك منطقة صناعية يستحي ما تصيرش مش نحكيو منطقة جيب لي هبات لو نعمل لك برد البرد بتاعنا مازال كلاسيك في اللاوعي بتاع وزارة الفلاحة ومتاع مسؤولية وزارة الفلاحة ميناء بتاع صيد ساحلي في اللاوعي بتاع الناس اللي قرر هذه هكذا عليها
معناه كي تحكي معاه في مشروع كيما كان ما يعطيكش وضنه، نفسيته ما تسمحلوش. الشيء اللي تعلمه ونعلمه 25 عام في الكارير بتاعي يقول فيه ما يسمحلوش باش يقبل فكره كيما او بالنوتي ده شخص شيء الا ما يتقالش. هذا هو الموجود، هذا هو الموجود. نخاف المشروع يندثر، نفسيا ما عاد يقبل روحك. المعضله النفسيه باش نقعدوا نتكلموا باش نعملوا 10 جلسات في كيما هكا باش نخرجوا اليوم. خلينا نكونوا عمليين. المجتمع المدني وعندنا زاد مجتمع بحري في صيادة، هذا صيادة نسمي على البحر، وصيادة زاد نجم تكون جمع صياد حتى في اللغة، المرأة اللي جابت صغار على قاعدة البنات. الأخوة النواب قاعدين ممكن أول مرة في تاريخ الصيادة يكون العدد هذايا من النواب الأفراد المحترمين بحرين. المجتمع المدني عمل اللي عليه أكثر من اللي عليه، وإذا كان باش يقعد هكا ما عادش باش ينجم يزيد يقدم. نقترح عليك كل الحب نخرجوا من الجلسه دي بلجنه برلمانيه لمسانده المشروع هذي على خير. بعد ما توفى الجلسه دي والحق باش يمشي معاهم والحق باش يمشي للتزامات. شكون موجودين فيها؟ على الجلسه هذه الجلسه مدخوله من المقترح هذي بعد ابن الخيال الكل. فما احنا عملنا جلسه وبين اسامه ونعملوا جلسات دورية ونشوف المشروع وين باش يوصل. مانيش نحكي سياسة، نحكي واقع، نحكي أمور عملية. سيد رئيس لا من حقك أنت باش تحكي سياسة، هذاك حقك. بالنسبة لي مانيش نحكي سياسة. سيد رئيس خليني نزيد فكرة أخرى. زيد فكرة أخرى كيما. السيد البحري ما عادش فلاح. السيد البحري ما عادش فلاح. صيد بحري صناعة ثقيلة والمنافسة فيه شرسة. وإذا كان في ولاية المسجد عندك مصادرسيون كبيرة متاع أبراج راهو عندك منافسين من حقهم باش ينافسون ومن حقهم باش يستحوذوا على أرقام اللي وصلوا لها ومن حقهم باش يسترجعوا من داخل الاستثمارات اللي تحب. نحكي على القربة ما نغطيوش عين الشمس بالغربال. منافسة شرسة، المنافسة شرسة. كما نحكيو على التمييز الإيجابي بين مناطق الشرين الساحلي في برد تونس الكل، ماذا فينا نولي ونحكي على التمييز الايجابي؟ صلب الولاء. التمييز الايجابي المبدا الدستوري اللي نحكيو عليه. راهو مش كان بين الشرين الساحلي والمناطق الداخليه بتاع البلاد. التمييز الايجابي في وسط الولايه نفسها. بارك الله فيك. اضافه صغيره بربي سي، اضافه صغيره. كان عندنا لقاء السيد النواب مع السيد محمد لو واقترح عليه معناها انشاء لجنه لمتابعه البحث، وكان معناها ايجابي جدا ان نعملوا لجنه معناها ملتي. اي باش نذكر اللجنه اللي تعملت في صلب الولايه عملنا جلسه مع السيد وزير البيئه بخصوص المعضله البيئيه بتاع خليج المنسي، الحمد لله خرجوا من التاج. وبعدها مش حاجة جديدة، فهمت؟ نجمو نعملو نهار تالي الاجتماع مع السيد وزير، نجمو نهار تالي نقترحو تكوين لجنة متابعة المشروع، وتكون معناها عندها تكون الوزارة هي المشرف عليها باش نخدم بالتواصل. مدام جست حاجة خل نكمل، علاش جابت حكم هاللجنة بتاع البيئة؟ لأنها كانت مكونة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع المدني. برئاسة المجتمع المدني يا مدام. بطبيعة المجتمع المدني، شو الدواء فيه؟ اسمع، فما تواصل.